طيب ما الذي يرضي بوتين حتى اللحظة كي لا يجتاح أو كي لا يغزو العاصمة؟ ما الذي يرضيه بدقيقة؟ تفضل. أن تعلن رسميا أوكرانيا أنها لن تنضم للناتو، سيوقف كل العمليات. هذا شرط أساسي، ولن تدخل قوات الناتو إلى أوكرانيا، وهذا موضوع هم محسوم يعني الآن موجودة في قواعد الناتو في أوكرانيا.